تواصل إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية استقبال المتقدمين لطلبات الترشيح لانتخابات مجلس الأمة 2023، والذي سيستمر بشكل يومي بما فيه العطل حتى 14 من مايو الجاري. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من إدارة شؤون الانتخابات في منطقة الشويخ السكنية مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل فهد التركي. فهد، بعد التحية، كيف تسير عملية التسجيل حتى الآن وما مدى إقبال المرشحين؟ إسراء، مساء الخير، تحية لكم والمشاهدي تلفزيوني دولة الكويت. فعلا العرس الديمقراطي في دولة الكويت يتجلى بأبهى صورة له من خلال تسجيل مرشحي مجلس الأمة لعام 2023 وسط تعاون وتكامل كبير بين كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بقيادة وزارة الداخلية. اليوم السابع يستمر من خلال توافد المرشحين لانتخابات مجلس الأمة لعام 2023 في صورة تؤكد النجاح والتكامل الكبير بين كافة الجهات المعنية. وحتى الساعة تقدم 19 مرشحا في كافة الدوائر الانتخابية الخمسة في دولة الكويت، مما يكون الإجمالي وحتى الساعة 161 مرشحا بينهم أربعة مرشحات. كيف يسير المشهد في اليوم السابع في إدارة شؤون الانتخابات؟ كل ذلك وأكثر سيكون حاضرا معنا مع النقيب حقوقي حسن الصراف من إدارة شؤون الانتخابات. مساء الخير نقيب حسن، يعني جهودكم اليوم كبيرة في مواصلة تسجيل مرشحي مجلس الأمة، كيف يسير المشهد في اليوم السابع وعدد المتقدمين وعدد المتنازلين في هذا اليوم نقيب حسن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب فيك وأرحب بالسادة المشاهدين. مع استقبال طلبات المرشحين لليوم السابع التوالي، تقدم إلى إدارة شؤون الانتخابات حتى هذه الساعة عدد 19 مرشح، وبذلك يصبح العدد الإجمالي لجميع المرشحين 161 مرشح من ضمنهم أربع إناث. ماذا يستوجب يعني على كافة المرشحين بعد تسجيل أسمائهم رسميا في إدارة شؤون الانتخابات لانتخابات مجلس الأمة لعام 2023؟ يتوجب على المرشح بعد الانتهاء من تسجيل الطلب في إدارة شؤون الانتخابات التوجه إلى المخفر المعين، كل حسب دائرته. طبعا الدائرة الأولى مخفر الدعية، الدائرة الثانية مخفر الشامية، الدائرة الثالثة مخفر كيفان، الدائرة الرابعة مخفر العمرية، الدائرة الخامسة مخفر العدان، وذلك لاستكمال طلبات تسجيل المرشح. ماذا عن التنازل وما هي فترته لتمكين من يرغب بالتنازل يعني الانسحاب من سباق الترشح في انتخابات مجلس الأمة؟ طبعا آخر طلب لتسجيل طلب تنازل المرشح هو تاريخ 30/5، يتوجه المرشح المراد الانسحاب يتوجه إلى المخفر وتقديم طلب، ومن ثم يقوم المخفر بمخاطبة إدارة شؤون الانتخابات في استكمال طلب تنازل المرشح. تكامل كبير وتعاون بين كافة الجهات المعنية لإنجاح العرس الديمقراطي وانطلاقا من تسجيل المرشحين. أحب أشكر جميع الهيئات والوزارات لتسهيل عملية تسجيل طلبات المرشحين ويعطيهم العافية. كل الشكر والتقدير للنقيب حقوقي حسن الصراف من إدارة شؤون الانتخابات، والشكر موصول لكل الجهات الحكومية المعنية التي تعمل جاهدة لإنجاح العرس الديمقراطي.